مشاهدي الأفاضل أينما كنتم، أسعد الله مساءكم بكل خير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم إلى عدد جديد ومتجدد من برنامجكم الفريق الدولي. هذا البرنامج الذي ألفتموه يأتيكم سهرة كل اثنين وجمعة ليحدثكم عن كرة القدم الدولية ويتناولها بكل احترافية وشفافية وموضوعية. كالعادة ضيوف أفاضل يشرفوننا بحضورهم، معنا يتقدمهم رابح مجار محلل قناة الهداف، أهلا وسهلا بك. أهلا بك محمد. وكالعادة معنا أيضا علي بن شيخ محلل قناة الهداف، أهلا وسهلا. السلام عليكم. ويلتحق بنا في هذا العدد الصحفي المتألق إبراهيم حنيفي عائدا إلينا من إيطاليا، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك محمد، نرحب أيضا بمجار وبن شيخ ومشاهدينا الكرام. أهلا وسهلا بكم مشاهدي الأفاضل. إذن يحضر معنا الزميل إبراهيم حنيفي ليحدثنا عن رحلته إلى إيطاليا هذا الأسبوع وتكريمه رفقة مدير صحيفة الهداف ولوبيتور السيد نبيل عمرة لي المتألق وصاحب جائزة أفضل حارس في العالم لسنة 2016، يتعلق الأمر بجيان لوجي بوفون حارس نادي مرمى نادي جيفانتوس الإيطالي الذي حظي بتكريم صحيفتي الهداف ولوبيتور إثر فوزه بالاستفتاء الذي أجري في نهاية العام والذي شاركت فيه 108 وسيلة إعلام عربية من مختلف ربوع هذا الوطن العربي الحبيب، من مصر، من المغرب، من السودان، من جيبوتي، من السعودية، من لبنان، من كل الدول العربية شاركوا في هذا الاستفتاء واختاروا بوفون أفضل حارس مرمى عام 2016. سنعود إلى تكريم بوفون في هذا العدد من برنامج الفريق الدولي، ولكن قبل ذلك لدينا عدة مواضيع سنحدثكم عنها وسنتحدث عنها بالتفصيل، أبرزها مشاركة الأندية الجزائرية في مختلف المنافسات الإفريقية وتأهل كل من مولودية الجزائر وشبيبة القبائل في كأس الكاف مع إقصاء شبيبة الثورة في كأس رابطة أبطال إفريقيا، في انتظار دخول أيضا فريق اتحاد العاصمة إلى منافسة رابطة أبطال إفريقيا. أيضا سنتحدث عن دوري أبطال أوروبا وكل المباريات سنفصلها ونحللها، كما سنعود بالحديث أيضا إلى الجولة الماضية من جل الدوريات الأوروبية القوية، سنتحدث عن الدوري الألماني الإسباني والفرنسي وكذلك الإيطالي. إذن يبقوا معنا عدد ثري ومتنوع، نبدأه بمشاركة الأندية الجزائرية مجر وتأهل مولودية الجزائر بعدما فازت 4 أهداف مقابل هدف واحد، كانت خسرت 2 مقابل هدف واحد في لقاء الدار. نعم محمد، حصل الإشارة في هذه المباراة وأيضا بالمناسبة نحيي ونبارك مولودية الجزائر على فوز العريق والمستوى الكبير اللي قدموه في هذه المباراة، وأتمنى إن شاء الله كل توفيق للمولودية في المباراة المقبلة، ولما لا إن شاء الله الوصول للنهائي والرجوع بالكأس للجزائر إن شاء الله، وأيضا ما نخليش الفرصة تمر عليها لكي أيضا نبارك إلى شبيبة القبائل، مباراة كبيرة جدا بعدما كان خاسر في مباراة الذهاب ب3-0، عرف كيف يرجع للتعديل والفوز بهذه المباراة 4-0. قمة في مستوى تطلعات الجماهير مولودية الجزائر وفاق سطيف، لأننا اشتقنا للمباريات الكبيرة في ملعب 5 جويلية، خاصة أنه المولودية وسطيف هذا الموسم يقدمان أداء متميزا، نتمنى أن يكون عرسا كرويا يستمتع به كل الرياضيين في الجزائر. إبراهيم، حظوظ المولودية تراها وافرة في منافسة كأس الكاف هذا الموسم؟ نعم وافرة، خاصة وإن وصلوا بهذه الإرادة، عندما لاحظنا في المباراة السابقة أمام بيشام الإرادة التي ميزت اللاعبين، الأهداف التي سجلوها، الكل ركض وراء اللاعب الذي يسجل الأهداف، كانت هناك عزيمة مختلفة نوعا ما الذي تجعلنا نقول بأن المولودية لو يواصل بهذه العزيمة بهذه الإرادة سيذهب بعيدا إن شاء الله في هذه المنافسة. نفس الشيء لشبيبة القبائل وكافة الأندية الجزائرية، نتمنى لها التوفيق بإذن الله. وأنصار مولودية الجزائر يبقون دائما رقما مهما في معادلة الانتصارات التي يحققها مولودية الجزائر. إذن أنصار المولودية حضروا بكل قوة وسندوا فريقهم وسندوا حتى أيضا فريق شبيبة القبائل الذي اقتطعه هو الآخر تأشيرة التأهل إلى الدور المقبل من كأس الكاف بعد عودته في لقاء العودة مجر ب4 أهداف 19 مارس. شبيبة القبائل إبراهيم سبق لها مواجهة نجم الكونغو سنة 1900
1993 في النسخة السابقة لرابطة أبطال إفريقيا كانت تسمى كأس الأندية البطلة في ذلك الوقت. في ثمن النهائي تعادل في الكونغو 2-2 وفازت الشبيبة 2-0 في تيزي وزو، وحققت وقتها الشبيبة لقبها الثاني والأخير في تلك المسابقة كأس الأندية البطلة. كيف ترى منافس الشبيبة؟ إن شاء الله سيكون فعل خير على شبيبة القبائل، هذا أولا. الأمر الثاني، هو هناك من يقول بأنه منافس شبيبة القبائل يوم أمس كان ضعيف. حقيقة صحيح كان ضعيف، لكن يجب أن نرى أن شبيبة القبائل ليست أيضا في أحسن أحوال هذا الموسم. الشبيبة تعاني، وحتى اللاعبون عندما يدخلون فوق أرضية الميدان يفكرون في الدوري لأنه الأهم. وبالرغم من هذا وبالرغم من هذه العراقيل المعطيات التي ليست في صالح الشبيبة، أن اللاعبين رفعوا التحدي وفازوا برباعية كاملة، وهذا هو الأهم، لأنه عالم الجزائر فوق كل اعتبار. وشبيبة القبائل يعتبر النادي الجزائري الوحيد الذي خسر 3-0 في لقاء ذهاب ثم فاز 4-0 في لقاء عودة. سبق الأندية الجزائرية وان خسرت 4-1 في لقاء الذهاب وتأهلت ب 3-0، سبق لها الخسارة ب 3-0 ثم تأهلت بعدما فازت 3-0 بركلة الترجيح، لكن لم يسبق لأي نادي جزائري وأن فاز 4-0 بعدما خسر 3-0. شبيبة القبائل أيضا تبقى الأكثر حضورا في المسابقات الإفريقية بالنسبة للأندية الجزائرية، 167 مباراة في المسابقات الإفريقية. شبيبة القبائل تبقى أكثر نادي جزائري حضورا في إفريقيا، ثم بعدها يأتي وفاق سيف ب 114 مباراة، كما أن الشبيبة أيضا تعتبر الأكثر تتويجا بست ألقاب، ثم الوفاق بثلث ألقاب. بن شيخ، شبيبة القبائل تلعب نفس منافسة مولودية الجزائر كأس الكاف، كيف تقيم مستواها لحد الآن وكيف تنظر إلى مستقبلها في هذه المنافسة؟ فالمستقبل تاعهم ديجا في دي سيتيوم على فيكتوار. ثانيا بأنه أبرز الأندية المشاركة في منافسة كأس الكونفدرالية الإفريقية هذا الموسم هي اتحاد طنجة المغربي، طبعا النادي الذي يدربه عبد الحق بن شيخ المدرب الجزائري. نادي صفاقسي تونسي أيضا يشارك في هذه المنافسة وهو منافس جدي. الأخرين اللي فولي في لي سيتي وسي، لأن علي روتور ما خسروش الثورة. سنتحدث عنهم بعد قليل بن شيخ، نحن ما زلنا سنتحدث عن شبيبة الثورة بعد قليل، ولكن أيضا لنذكر الجمهور الرياضي، قلت بأنه اتحاد طنجة المغربي، صفاقسي التونسي، سوبر سبور من جنوب إفريقيا، وأسيك أبيجو من كوت ديفوار، ربما هذه أربع أقوى فرق مشاركة في كأس الكونفدرالية. إن شاء الله إذا كان الأندية الجزائرية ساعدها الحظ، لا أعتقد أن سيكون هناك مشكل من أجل التأهل إلى الأدوار القادمة، لأنه لا توجد أندية كبيرة تشارك في هذه الكأس، ما عدا ثلاثة أو أربع أندية التي ذكرتها منذ قليل. نتحدث بن شيخ كما ذكرت عن رابطة أبطال إفريقيا الآن، والتعادل الذي لم يكفي شبيبة الثورة الممثل الجزائر في منافسة رابطة أبطال إفريقيا، 0-0 أمام رانجرز من نيجيريا لم يكن كافيا، لأن شبيبة الثورة كانت قد تعادلت إيجابا هدف مقابل هدف في لقاء الذهاب. إذن شبيبة الثورة تودع المسابقة في أول مشاركة لها من الدور التمهيدي. إبراهيم، نعم، يجب أن نتحدث إيجابيا على هذا الفريق، لأنه أول مشاركة له، تعادل في لقاء الذهاب بهدف مقابل هدف، ولم ينهزم أيضا في لقاء الإياب الذي كان صعبا، بالرغم من أنه هذا الفريق لا يملك خبرة كبيرة على المستوى الإفريقي، كان ينقصه القليل من الخبرة فقط في مباراة الذهاب في بشفار من أجل حسم هذا التأهل. نحيي كافة اللاعبين، طاقم الفني، طاقم الإداري، ونتمنى أن نرى هذا الفريق في السنوات القليلة القادمة يشارك ويمر إلى الأدوار المقبلة إن شاء الله. فريق أنيغو النيجيري سبق له وأن أقصى رائد القبة في النسخة القديمة كأس الأندية البطلة سنة 1982، فاز ذهبا في نيجيريا 5-0 و2-1 في الجزائر، بينما فازت عليه مولودية الجزائر في نصف نهائي خلال نسخة 1976 بن شيخ، هذا الفريق والتي شهدت تتويج مولودية الجزائر لاحقا، حيث فازت عليه المولودية في الإياب 3-0، بينما خسرتم في نيجيريا 2-0. هل تتذكر هذه المباراة بن شيخ؟ صرنا 2-0 وربحنا 3-0، شفالوا الماتش، يعتبر من بين الفرق القوية أيضا في نيجيريا. نعم، وي كان الأهلي مصر هي اللي كانت قوية، لأن لعبنا ضد فريق وطني تاع مصر اللي كانوا في 9 فريق الوطني، والحافية اللي قانا كانت قانا 1-9 في فريق الوطني، وتجي لي نوغو الأولين الأخرين شوية ضعف. مجر، ماذا كان ينقص شبيبة الثورة؟ تعادلت 1-1 في الجزائر و0-0 في نيجيريا، يبدو أنها
ندمت كثيرا على لقاء الذهاب، ولو أن البعض يتحدث أيضا عن سوء التحكيم في لقاء العودة. ماذا كان ينقص أبناء الجنوب الجزائري من أجل اقتطاع تأشيرة التأهل؟ ممكن نقص من الخبرة. لأن شوف محمد، الفريقين شباب شبه القبائل ومدينة الجزائر في مباراة الذهب الاثنين خسروا خارج الديار، وفي الجزائر فازوا وتأهلوا. فريق الصورة لم يخسر ذهبا وإيابا، ولكن للأسف لم يتأهل لمباراة المقبلة. أعتقد هذا كله نقص الخبرة من اللاعبين، وهذه بداية، هذه بداية إن شاء الله في المستقبل. إن شاء الله اللاعبين الصورة وهذا الفريق يعرف كيف يتفاوض مع المباريات في إفريقيا، يعني في إفريقيا دائما الأمور تصعب جدا. احنا تكلمنا على شباب القبائل ومدير الجزائر، احنا المشكلة تاعنا في إفريقيا دائما نلقى صعوبات، كما تكلمنا على المنتخب الوطني الجزائري. في الجزائر ما عندنا أي مشكلة لكي نفوز، حتى لو يكون الفريق الخصم متقدم بهدفين أو 3 أهداف قادرين نفوز بالمباريات، ولكن من الآن لازم شباب القبائل حتى أيضا مولود الجزائر لما يلعبوا في إفريقيا يعرفوا كيف يتفاوضون في إفريقيا. الخسارة ممنوعة، حتى لو نروح لكي نتعادل هذا مكسب كبير للأندية تاعنا، لأن في إفريقيا صعب جدا. في الجزائر ما في أي مشكلة، هكذا الفريق تاعنا ممكن يوصلوا إلى النهائيات إن شاء الله. إذن نحيي شبيبة الصورة على أول مشاركة. على كل حال لم تخسر، ولكن للأسف الشديد ودعت المنافسة. تفضل. حتى الحكم لم يساعد هذا الفريق، لأنه في مباراة الذهاب في بشار كان المدافع المنافس أخرج الكرة من أمام خط المرمى باليد. لو الحكم كان شاف هذه اللقطة يخرج المدافع بالبطاقة الحمراء وتكون ركلة جزاء لشبيبة صورة، ستغير تماما من مجرى المواجهة ومجرى النتيجة، لكن الحكم يدخل في ظروف إفريقيا. إذن لا نلوم شبيبة صورة على هذا الإقصاء، هي أول مشاركة وأول تجربة، نتمنى أن تكون أفضل في قادم المواعيد. أيضا اتحاد العاصمة بالشيخ كان موقفا من الدور التمهيدي وسيدخل في الدور 16 من رابطة أبطال إفريقيا. الاتحاد سيلاقي نادي سكة حديد كاديوغو، هذا الفريق من بوركينا فاسو، فاز 3-0 على نادي الشياطين السود، وانهزم 1-0 في لقاء العودة. الاتحاد سيلعب بين 11 و13 مارس، والإياب بين 18 و20 مارس. بنشوف عاد الحداد إذا ممكن تتأكد هل سيكون لقاء الذهاب في الجزائر ولقاء العودة في بوركينا فاسو أم العكس. تفضل بن شيخ. فعلى كل حال يسمى كومونس ا ريفينير في الشامبيونا، راهم تروازيام الله يعلم لا كاتريام، دونك جو بونس كو واجب عليهم هاد لاكوب دافريك يحسنوا روحهم باش ينجموا يروحوا او موان لو بلو لوان بوسيبل، لأن العام اللي فات روحهم فينال ما تجيش لو كان اليوم تخسر في البرومي تور، سي با نورمال. دونك جو بونس كو لوسما عندها لي زاتو باش تجوز هذه المقابله هذه. اتحاد العاصمه طبعا سيلعب هذه المواجهه، واذا فاز بها سيتأهل مباشرة إلى دور المجموعات. نذكر بأنه نظام المنافسة تغير هذا الموسم، لن تكون هناك مجموعتين فقط، وإنما ستكون 4 مجموعات يتأهل منها الأول والثاني لتتشكل بعد ذلك 8 فرق. هذه 8 فرق ستلعب فيما بينها لقاءات ربع نهائي ثم نصف نهائي طبعا ثم النهائي. إذن تغير نظام المنافسة. يشير زميل حد الحداد بأن لقاء الذهاب سيجرى في الجزائر ولقاء العودة سيجرى هناك في بوركينا فاسو. ما جاء هذا هو المشكل محمد، صعبة ستكون المشكلة. هذا هو المشكل. كنت أتمنى المباراة تكون في بوركينا فاسو والثانية في الجزائر، لأن هكذا تكون أكثر حظوظ لاتحاد العاصمة. ولكن نتمنى إن شاء الله المباراة في الجزائر الأولى، اللاعبين يعطوا كل المجهود تاعهم لكي يفوزوا بالمباراة وتسجيل أهداف كثيرة، تسجيل أهداف كثيرة، لأن الكرة كرة القدم في بوركينا فاسو عندها مستوى، وشفنا المنتخب الوطني تاعهم في كأس إفريقيا الأخيرة شفناه منتخب قوي جدا. لهذا أتمنى كل التوفيق لاتحاد العاصمة، والفوز إن شاء الله سيكون كبير في الجزائر، هكذا في بوركينا فاسو نتمنى إن شاء الله يعرفوا كيف يتفاوضون مع هذه المباراة. واتحاد العاصمة في النسخة قبل الماضية نذكر بأنه وصل إلى النهائي وخسر للأسف الشديد أمام نادي تيبي مازومبي التاج الإفريقي. نذكر أن اتحاد العاصمة في المجموع لديه 58 مباراة في رابطة الأبطال بنسختها الجديدة، يعني من 1997 شارك في 7 نسخ اتحاد العاصمة
في 2003 2004 2005 2006 2007 2015 وسيشارك للمرة الثامنة في هذه المنافسة. إذن خبرة كبيرة لاتحاد العاصمة في أدغال إفريقيا. نذكر أن أبرز الأندية الموجودة في هذه المنافسة هي النجم الساحلي، الترجي التونسي، الأهلي المصري، الزمالك المصري، الوداد البيضاوي المغربي، الفتح الرباطي، تي بي مازومبي، فيتا كلوب، الهلال السوداني، المريخ السوداني، سان داونز من جنوب إفريقيا، كوتون سبور من الكاميرون، ليوبار من الكونغو، وزاناكو من زومبيا. يعني فرق بشيخ، لما تسمع هذه الأسماء فرق قوية جدا موجودة في هذه المنافسة. نعم، دور الفوتبول ساتوندر تطيح مع دي زيكيب صحاح، وعلى توانا هنايا لازم يحضروا روحهم، يوجدوا روحهم لهاد لي ماتش هادوما. دونك سي بور سا كي تلعب هنايا فو يسي تغاني اونتر 3-0، هادي مينيموم 3-2-0، يفو مات لي بيت. خاصة بالشيخ هذا الفريق لعب امام شياطين السود من كونغو برازافيل وفاز عليه 3-0 في بوركينا فاسو، يعني في ارضية ميدانه قوي جدا. هذا قوي سبور ساي حد لازم تحضر روحك، مهم تحضر روحك وتلعب كرة، هذا هو. ما ماشي حاجة اللي تروح لها باستهزاء ولا، يفو سو بريباري بور اسيي دو باسي هاد لي كاب. ابراهيم، لما تسمع هذه الاسماء، نجم الساحلي، الاهلي، الزمالك، الوداد، مازيمبي، فيتا كلوب، الهلال، فرق كبيره جدا، اين نستطيع ان نضع حظوظ اتحاد العاصمه؟ هذه حلاوه كاس رابطه ابطال افريقيا محمد، عندما نرى هذه الانديه الكبيره وخاصه الجيران في تونس والجيران في المغرب. اتحاد العاصمه بعد وصوله الى النهائي سيكون تحت ضغط كبير، لانه حتى الانديه المنافسه ترى فيها النادي الاقرب والاكثر حظا من اجل الذهاب بعيدا، سيكون مستهدفا سواء في افريقيا او حتى من البلدان العربيه الشقيقه. مباريات ستكون قويه، لكن اتحاد العاصمه بمدربه، بالاداره، باللاعبين لديهم الامكانيات لازم، وحتى بأنصاره، خاصة أنصاره لديه الإمكانيات لازم من أجل أن يذهب بعيدا في هذه في كأس رابطة أبطال إفريقيا ويشرف الجزائر بإذن الله. إذن كل التوفيق للأندية الجزائرية في مشاركتها الإفريقية، نتمنى لهم حظا سعيدا في قادم المواجهات. ننتقل إلى موضوع آخر، إلى محترفين وما يفعلونه في الدوريات الأوروبية. وما يفعلونه في الدوريات الأوروبية، نبدأ من مباراة إشبيليا ليستر سيتي مجر هذا الأربعاء، واحتمال مشاركة الجزائريان رياض محرز وإسلام سليماني. رابطة أبطال أوروبا ستستأنف أيضا نشاطها في دورها ثم نهائي. محرز وسليماني سيطيران إلى إسبانيا، بالضبط إلى سيفيا، في مواجهة معقدة تبدو مجر. أكيد مباراة صعبة جدا لليستر. ليستر للأسف، ماذا يحصل لليستر هذا الموسم؟ حتى في المباراة الأخيرة في البطولة أمام سوانسي يخسر بهدفين مقابل صفر، في الكأس أيضا يخسر أمام فريق درجة ثالثة بهدفين مقابل صفر. يعني ماذا يحصل هذا الفريق؟ الآن رايح إلى إشبيليا. إشبيليا فريق كبير بصحة جيدة، يحتل المركز الثالث في الدوري الإسباني. أعتقد المهمة ستكون صعبة جدا لليستر، وأتوقع فوز فريق إشبيليا. لدينا تشكيلة الفريقين المثالية والمحتملة لهذه المواجهة. نبدأ بتشكيلة إشبيليا، هذه تشكيلة نادي إشبيليا، بإمكانك تعليق عليها إبراهيم. في حرس المرمى ريكو، في محور الدفاع عادل رامي ولانجليت، في الجهة اليمنى ماريانو، على الجهة اليسرى إسكوديرو، في الاسترجاع نجد كل من إيبورا وانزونزي اللاعب المتألق الدولي الفرنسي. ناصري سيلعب وراء المهاجم ستيفان يوفيتيتش القادم من الإنتر، فيتولو على الجهة اليسرى، ولوكاس فاسكيز على الجهة اليمنى. ويوفيتيتش في في قلب الهجوم، لاعب سابق للإنتر. تبدو هذه التشكيلة المثالية التي يضرب بها إشبيليا بقوة ويفوز بها بالعديد من المباريات في الدوري الإسباني. نعم. حتى أنه صار في المركز الثالث خلف البارسا والريال. نعم، هذه هي التشكيلة المثالية لنادي إشبيليا، خاصة هذا التدعيم الذي قامت به الإدارة في فترة التحويلات الشتوية باستخدام اللاعب ستيفان يوفيتيتش الذي لعب في مانشستر سيتي وعاد إلى الإنتر، لكنه لم يقدم أحسن المستويات. لكن في مانشستر سيتي أول مباراة سجل مع أمام ريال مدريد، هو يقدم في مستوى جيدة، سيكون اللاعب الذي سيرتكز عليه الهجوم، وخاصة من الناحية اليسرى نجد
اللاعب فيتولو، وعلى الجهه اليمنى هنا نجد اللاعب فاسكيز. إشبيلية بن شيخ لا يملك تاريخا مميزا مع الانديه الانجليزيه، حيث في 4 مباريات فاز بثلث مباريات وخسر، أو خسر 3 مباريات وفاز بمباراة واحدة فقط أمام أرسنال عام 2007 بنتيجة 3 أهداف مقابل 1، بقية المباريات كلها خسرها أمام الإنجليز. ليس له ماض كبير مع الأندية الإنجليزية إشبيلية. كما ليستر ما عنده حتى ماضي. دونك سي في لا يمال بليزيور كوب أوروبا وقيلة. ثلاث نسخ متتالية. أوروبا ليغ. C'est une équipe qui joue de la Jumeila Belbzaf, c'est un beau football qui joue par rapport à l'Eister, il y a un fort kbir. Donc je pense que ça va être saïba bzaf l'Eister fi CV. لو انت محمد قلت فريق إشبيلية لم ينجح امام الانديه الانجليزيه، ولكن ما راحش يلعب امام مانشستر يونايتد او سيتي او ارسنال او تشيلسي، راح يلعب امام ليستر الذي يعاني، يعني معنويات نازله تماما. لهذا قلت لك اتوقع فوز بسهوله فريق إشبيلية على التشكيله المثاليه. هذه هي كما تشاهدون، هوت ومورغان في الدفاع، رفقه فوكس وسيمسون، درينك ووتر في وسط الميدان رفقة نديدي، محرز على الجهة اليمنى، جراي على الجهة اليسرى، فاردي وسليماني في الهجوم. 4-4-2 هذه هي التشكيلة المتوقعة. إبراهيم وكلاوديو رانييري وفي لتقاليده بهذه الخطة 4-4-2، خاصة أنه يريد لعب خطة الأمان والضمان. لكن يجب الإشارة إلى أمر مهم محمد، وهو أنه لايستر في دور المجموعات كان في بداية الموسم كان عندما نقول مشاركته الأولى في رابطة أبطال أوروبا كان يأخذ مبارياته بقوة، كان يدخلها بقوة بعزيمة كبيرة، لكن بعد نهاية دور المجموعات لايستر تراجع مستواه بشكل كبير في الدوري الإنجليزي، وظهرت مشاكل بين المدرب كلاوديو رانييري وبين لاعبين آخرين. هذه المشاكل زادت من سوء الفريق، من نتائج الفريق السيئة. نستطيع القول أنه مباراة إشبيلية في دور ثم النهائي جاءت في وقت من غير وقته تماما بالنسبة للايستر سيتي. يجب على اللاعبين نسيان طي صفحة الدوري ووضعها جانبا، على كلاوديو رانييري أيضا مشاكله مع بعض اللاعبين وضعها جانبا، ويجب التركيز فقط على هذه المباراة وتخيل أنه لايستر في صحة جيدة في الدوري من أجل أن يقوم بمباراة كبيرة في ملعب سانشيز بيسخوان. ماجر، ماذا ننتظر من محرز هذا الموسم؟ البعض أصبح يقول بأن طريقة لعب محرز أصبحت مكشوفة لكل المنافسين، يعني على الرواق ثم مراوغة سواء على الجهة اليمنى أو على الجهة اليسرى ثم قذفة. قالك دائما وفي كل مباريات الآن المدربون تفطنوا لمحرز وصاروا دائما يضعون لاعبا في التغطية، يعني محرز لما يراوغ لاعب أو يحاول يدير مراوغة ثانية إلا ويجد مدافع آخر يغطي من الجهة اليمنى. ربما لهذا السبب تنقص أداء محرز. لا ماجر، لا توافق؟ لا أعتقد، لأن ما نتكلمش على لاعب، نتكلم على مجموعة. مجموعة ليستر. ليستر لم يتألق هذا الموسم، وكنا متوقعين هذه الأمور مع لي، تكلمنا الموسم الماضي وقلنا ليستر فاز بالبطولة لأن في أسباب كثيرة وأزمات كثيرة كانت ببعض الأندية الإنجليزية. الآن هذا الموسم الفرق كلها رجعت بقوة، وهذا شيء طبيعي. ليستر لم يظهر بمستوى جيد، لما ليستر بمستوى جيد سليماني ما يظهرش بمستوى جيد، محرز ما يظهر بمستوى جيد، حتى فاردي واللاعبين الآخرين. لهذا فريق ليستر يعاني الكثير. احنا نتمنى إن شاء الله في هذه المباراة لسليماني وأيضا لمحرز ولليستر أيضا التألق في هذه المباراة. وكاع كي أرسنال كي تشيلسي كانوا مشاكل، مانشستر يونايتد كاع، ليستر كانت تربح مما ديري لاش حساب، طلعت من تحتها وكانت تلعب على الحبطه. الغلطه تاع ليستر على حساب رايي اللي كان 50% هو كونتي، نقولوا كونتي هو اللي كان حاكم كل المشاكل تاع ليستر. ليستر كانت تلعب كاع للور ويخليو فاردي القدام ومحرز يجي شويه بين ليكيب لي جوار تاعو بلوس فاردي، كيجيه بالون صوير يمدلو فاردي هاك شتو تي جي في، ولا سير لو كوتي يروح يدير كروشي يضرب ولا يخرج وحده سيتو. علاه اللي كان عندهم نقولوا كونتي كان هو يحبس كاع لي زاتاك ادفيرس.
باعوه داير غلطه كبيره كبيره كذا. انا نظن على حساب رايي حتى الصحافه الانجليزيه بن شيخ والمحللين في انجلترا هذا الموسم تحدثوا عن الخطا الفادح الذي ارتكبته اداره ليستر سيتي في بيع انغولو كونتي بعدما شاهدوا ما يقدمه مع تشيلسي. نعم علاش؟ لاخاطش كانت ليستر تلعب بلوك كاع اللور، راك شفتهم كاش دايرين بلوك اللور، ينحيوا البالون محرز فاردي. صح. لادفيرسير كاع راهو في الكونت تاع ليستر مع فاردي، شفتوا كاش يجري سريع سريع ماركي. هاد السنه راح لهم اللي كان يراتيسي كاع اللي كان يدير لهم كما نقولوا حنا البارير هذيك، هو كونتي راح لايستر ولات ما صابتش راحه ولا تحب تلعب الكره محرز. سي فري انا نقول لك بلي محرز على حساب رايي اللعب تاعو، يا اخي كنت نقول لك اللعب تاعو سهل محرز، كوتي دروا يروح يحب يدخل على الكوتي غوش باش يرمي، عنده دون بون فراب يدورها تدخل ولا يسونطري لادفيرسير دوكا على بالو، غير يشوفوا رايح منا يخليه غير يدور يكون معاه يا كوفرتور يا يكون مع الاخر. دونك واش هو يدير؟ لوجيك ما واش يدير محرز، يغير المكان باش ينسي روحو، يغير المكان هو ويقعد في هذاك الكولوار هذاك. دونك ولهذا ما واش يدير حاجه كبيره. تقول لي فريق ضعيف في ليستر، راني داكور معاك، ولكن كونتوني دي كونتون بار دان غران جوار، ان غران جوار ميم في فريق ضعيف يبين الفرق بينه وبين ليكيب تاعو، يبين بلي لا ديفيرونس بين انا وصحابي نبينها، ولو نقعدوا نخسروا لعب الحطه بصح الناس تشوف الفرق اللي راني دايرو انا كنحرز له، ولكن ماناش نشوفوا هذا الشيء. ولهذا لماذا ما لا نرى محرز بن شيخ؟ مازال انا نهار تكلمت قلت خليه يخدم، تقول طاحت القيامه خليه يخدم، مازال الحق محرز اللي راكم تكلموا عليه حبيتوا ترجوه مع ميسي ونايمار وكذا. لا حنا نتمناو يولي احسن ويولي بتات مير جوار دي مود كاع سي لاجيري كي غانيونت، ولكن تكلمتوا عليه بصفه وانا قلت خليه يخدم فوق يترافاي ديجا سي لو بلون ميسكول ميسكولاتور تاعو، راك شفت كل ما يدير كروشي ولا يتكاو عليه يغلبوه. انا نظن لو كان شوف رونالدو كيفاش خدم ولا 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 صحيح واسمو تاع تشيلسي واسمو ديكو كوستا لا لا اللي خرج ازار ازار اللي بتي دو طيب صح كوم صحيح روح انت غلبو ولا ولا دوكلاس تاع البايرن دوكلاس كوستا مام صحيح يجوز خاطرش مخدوم فهمني محرز يا اللي دريمد. ولهذا انا نظن كان يغير المكان ينسي روحه يقعد في الكولوار خلاص فيقل بهذا الشيء هذا. هذا اللي تحدث مع زيد كلمه اصبح مكشوف زيد كلمه على علي لم اتفق معه. خلينا نغير السيناريو، نغير السيناريو تاع كونتي اللي تكلم عليه علي. كونتي بقى في ليستر، محرز راح الى تشيلسي، محرز يتالق مع تشيلسي لان في الجهه اليوم لما موجود بيدرو موجود ويليان، الفريق تشيلسي يتالق في كل مباريات اوتوماتيكيا اوتوماتيكيا سامحني اوتوماتيكيا لكن اسمح لي ماجر قطعتك اسمح لي اسمح لي ماجر، لكن البعض يقول وقد يقول قائل الان من وراء شاشه التلفاز هل يستطيع اولا محرز ان يحجز مكانه اساسيه في تشيلسي حتى يتالق؟ هل يقول لك هل يقدر يلعب اساسي في 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 تشيلسي؟ سامحني انا نقول لك محرز لم يتألق مع ليستر، كونتي يتألق مع تشيلسي. غير السيناريو محرز جيب كونتي خليه في ليستر وخلي محرز يروح إلى تشيلسي. محرز يتألق محمد لأن تشيلسي المجموعة راهيك بصحة جيدة العكس لليستر، المجموعة ليست بصحة جيدة. وتعتقد بأن كونتي لو بقي لن يتألق لأن الفريق مع ليستر الآن؟ لا لم يتألق كونتي 100% لم يتألق مع ليستر لو بقى في ليستر، ولكن عمل مليح كي راح كونتي صاب فريقه المناسب وهو تشيلسي بزيادة على محرز. لو راح محرز لأن من يلعب من الجهة اليمنى في تشيلسي؟ بيدرو أو ويليان؟ أوكي تلعب المميزين، ولكن فنيا أعتقد عنده مكان محرز من الجهة اليمنى، لأن ممكن الأعمال اللي يديروا من الجهة اليمنى ما يديروش بيدرو وويليان، الاثنين يلعبوا بالرجل اليمنى
والان في الكره التقليديه اللاعبين يلعبوا بالرجل اليسرى دائما يلعبوا بالجهه اليمنى. الكره الحديثه هذا هو. لهذا هي مساله حظ ايضا محمد، مساله حظ. وانا قلت والله والله نحلف لك حتى والله العظيم لو محرز راح تشيلسي هذا الموسم يتالق وممكن زين نتكلم عليه اكثر واكثر، ولكن للاسف رجوع الاداء تاع ليستر هو اللي بقاءه في ليستر سيتي هو خطا كبير. كان خطا كبير وقلناها لو عليه من قبل، قلنا لازم محرز يروح يغادر ليستر لانه يبقى تلقى صعوبات كثيره وانا عايشين فيها حاليا. لماذا خطا كبير؟ لانه مثلا لم تتاح له فرصه اخرى ما جاء بعد الموسم الخرافي الذي اداه الموسم الماضي؟ لا يدك مانيش عارف محمد، ولا جاوه كما يقولوا دي كونتاكت سيريو ولا مانيش عارف. لازم اولا الانديه الاوروبيه تهتم بهذا اللاعب، ولكن لو جاء جوه الانديه كانت مهتمه وما حبش يروح هذا خطا كبير من محرز. بخصوص انا بدات نختلف شويه مع مصطفى غير في ان بوان بخصوص محرز. كونتي محرز انا نقولوا كونتي لو كان قاعد في ليستر يبان، يقعد توجور يبان خاطرش الخدمه اللي يديرها يبان. نظن محرز على كل حال دارية نجم نكون غلط، محرز في تشيلسي ما عندوش بلاستو لان بيدرو يلعب دي دو بي كيما مصطفى غوش دروا وين تحطو يلعب. تشيلسي تلعب دي جو تكنيكي رابيد، محرز لازم يحبس ويدنا. ويليام تري بون تكنيسيان، ولهذا نظن هاد لي غرون زونترينور دوكا رانا نتكلموا اليزا، هاد لي غرون زونترينور كيما مورينو كيما غوارديولا كيما كونتي، هاد ثلاث باش نهضروا غير على ثلاثه ما نزيدوش تاع ليفربول وكذا، هادو كي جاو هادي جامي قلتها اليوم نقولها وخلي واش عليه ولا زعفوا علينا سارتا واللي يفهم الفوتبول ما يزعفش علينا. هاد ثلاثة هادو كي جابوهم هاد لي كلوب، تشيلسي كي جابو مورينو جابوه باش يدي تيتر، غوارديولا كي جابوه قالنا باش يلعب تيتر هكذا، وتروازيام كونتي جابوه تشيلسي باش يدي تيتر. يا هل طارا اللي يديو تيتر لازم يضربوا على الميور جوار دونجلتير اللي خرج احسن لاعب في بريطانيا، لازم يضربوا عليه باش يديوه، ما ينجموش يخليوه في ليستر مهما تعطي له ليستر يعطيو له كثر هاد لي تروا كلوب، ولكن واحد ما حوس عليه على باسكو شافو بلي هاد اللاعب مازال ما لحقش مستوى تاع تشيلسي او الاخر ولا سيتي او لا بتات ما يدخلش في السيستم دو جو تاعو، كل واحد كاش يشوف. ولكن بلا ما نقصوا بالمعنويات تاع محرز، لان نشوف محرز لازم يتغير على حساب رايي، ما يقعدش في الكوتي دروا ولا باين، والماتش مع سيفي نتمنى له ان شاء الله يدير كرو ماتش ونشوفوه، باسكو كان يقعد في الكولوار دروا باين اللعب هذا كي يولي مصطفى غير يجي لارياري راح يدير كروشي، لو كان جاي يلعب دي دو بي كيما بيدرو ولا كيما كنت انت واحد اللي يدير كروشي غوش ويضرب الدروا، هو البي دروا تاعو ناقص لازم يهف بلا دروات ويدخل على الكوتي غوش. صح كي يدخل على الكوتي غوش عنده ان تري بون فراب انفلوبي يكادريها 99% تكادر ولا يعطيك اون بال دولترو، بصح هذا الشيء ما سا سوفي با بور انيلي، ماشي هذا وخلاص. انيلي مديور لازم يدرب لي سوناريير يروح يعاود يدخل لهم فيديو يدير حوايج كيما انا نشوفوا كاع لي جوار لهم يلعبوا سور لان. ولهذا سي فري احنا كنا نقولوا ليستر دا شامبيونا معها وكذا، جوري مي انا يروح لونجلوت يروح من ليستر صح ماشي لهادو ما ينجمش يلعب في هادو، ما لو كان يحاول كل صراحة انا مدرب يجيبوني كرون كلوب كيما هادو باسم كبير الحاجة الأولى روح نخير أحسن لاعب في بريطانيا سي نجيبو يا اخي هذه الحقيقة ولا حتى كونسيرنون سوا سوا متفق معك حتى كونسيرنون فاردي فاردي اعتقد شوف الانديه الكبيره في انجلترا ما عطاتش قيمه لليستر وللاعبيه، المفروض فاردي حتى فاردي يروح واحد اكبر انديه في انجلترا اسمح لي محرز للاسف ما لعبش محرز حسب ما سمعنا حتى في ايطاليا هل سمع احد انه دانيال دي روسي على سبيل المثال دانيال دي روسي الانتر طلب دي روسي او اليوفي طلب دي روسي
رغم انه دانيالي دي روسي لاعب كبير في ايطاليا، هل سبق وان راى احد اليوفي طلبه فرانشيسكو توتي؟ هذا لا يعني انه محرز ليس لاعبا كبيرا. بالنسبه لتوتي قصه اخرى، نعم نعرف، لكن هذا لا يعني لا يعني انه محرز لم تطلبه مانشستر ولا تطلبه مانشستر، هذا لا يعني انه محرز لاعب سيء او لاعب عادي. لا ما قالكش سيء، قال لك بن شيخ لا اسمح لي بجائزه احسن لاعب في البريمير ليج. ابراهيم بن شيخ ما قالش محرز سيء، قال لك في اعتقادي ورايه محترم، قال لك لا ارى بانه محرز وصل الى مستوى ميسي او نيمار او بيل او اللاعبين الكبار الذين تتهافت عليهم الانديه. وقال لك ايضا انه لا مكان له في اعتقاده ايضا بانه لا مكان له في تشيلسي، واختلف مع ماجر اللي قال لك انا اعتقد بانه عنده مكان في تشيلسي، وهذه اختلاف وجهات النظر لا تفسد ابدا للود قضيه. عدم الاتصال به لا يعني انه سيء، لكن فيها اخبار ماجر بانه كانت عنده اتصالات اخرها توتنهام بالشيخ. نحن لا نعلم إن كانت حقيقة هناك اتصالات، ولكن ما نقرأه في الصحافة الإنجليزية أنه محرز كان مطلوب في الصيف واسمه كان متداول في أرسنال في توتنهام في عدة أندية، خاصة لكن حسب ما قرأنا دائما ولا نعلم إن كانت الأخبار صحيحة أم كاذبة ما جاء بأن إدارة ليستر سيتي هي التي تمسكت بمحرز ولم ترد أن أنا في هذه الطريقة هذه اسمح لي أن أكون كبير عليه. لا أعتقد محمد ممكن أعتقد. ممكن لا ممكن لا يحتفظون باللاعب محرز ويخلوا كونتي يروح؟ لا لأنه العرض كان كبير لكونتي 35 مليون أورو، ما كانوش اتصالات يعني صحيحة 100%. ولكن احنا تكلمنا على محرز وأمور هكذا، فاردي لاعب دولي كان احسن من هدافين في البطوله الانجليزيه الموسم الماضي، هل هذا الموسم يلعب مع تشيلسي؟ هل يلعب مع مانشستر يونايتد؟ هل يلعب مع سيتي؟ ما فيش، قعد في ليستر، قعد في ليستر. نفس الشيء الى محرز، هذا رايي الشخصي قلت لك، للاسف راه يدفع الثمن اللاعب محرز لان الفريق يكون الكثير ويدفع الثمن فيه. شوف شفت البارح تشيلسي مع اسمع تشيلسي مع من لعبوا له البارح يا ربي تتحدث شامبيونات مع ويلفرهامبتون كاس الاتحاد الانجليزي في الكاس مع ويلفرهامبتون. تفضل بن شيخ. تشيلسي روبوزا كونتي لان واش تكلم عليه روبوزا كانوا رابحين دو ان شكرو قيل والله ما شفت هذه له البارح نسيناه. دخل كونتي 2-0 2-0 دخل كونتي كي دخل كونتي او تعاود تشوف الماتش واش حبس كوم اتاك تاع لادفيرسير غير عجب، هو يحبسهم وهو يدير داير دوزيام بيت هو اللي حال بالو لادفيرسير وبروفوكا راح لاطاك وصرا تي ندو هكذاك تخلطت شويه وخرج وحده الدوزيام جوار تاع تشيلسي وماركا. شوف واش يخدم حاجه كبيره، ولهذا هو مصطفى راهو اللي ميو بلاسي كو موا باش كيتكلم على بروفيسيون ملي ان لعب ليها او على باله. شوم ولا اني غلط مصطفى ينجم يصلحني لانه هو لعب ليها لعاب كي يسقيولو يخرج احسن لعاب في بلاد في شامبيونات تاع بلاد هم بريطانيا المانيا ولتا ولا يسقيولو لي كلوب يحوسوا يضربوا عليه مهما كانت الصفه. من بعد هو حب يروح بريمير مع الاموال، ثانيين يزيد يبدل يروح لان غرون كلوب هيستوريكمون بارلو مانشستر يونايتد تاريخ كبير ولا لتشيلسي ولا ليفربول ولا يروح ما يقعدش صح ولا لا؟ لا ما نظنش سقاو له محمد سولمو كي نقولوا احنا هكذا نقولوا هذه حقيقه كان يتخبى مور الكذب يقول لك لا سقاو له ما حبش ماشي ما كانش منها اللي ما حبش يروح. بن شيخ انت تسع صدرك حتى ننقل وجهه النظر الاخرى في هذا الاستوديو وتكون هناك كل وجهات النظر معروضه والمشاهد له ان يختار الوجهه التي يريدها. معارضوك بن شيخ يقولون لك هذا كونتي الذي تتغنى به في كل مره وتقول لنا بانه افضل لاعب في انجلترا الموسم الماضي، هل ديشون لا يعرف كرة القدم مدرب المنتخب الفرنسي؟ لماذا لم يعتمد عليه ديشون في المنتخب الفرنسي في كأس أوروبا؟ كان موجود في كرسي الاحتياط، أعطاه فرصة في مباراة لم يقنع وضعه في كرسي الاحتياط. ديشون قال له ليكيب دو فرانس بدا يلعب في ليكيب دو فرانس ومن بعد شاف بلي لو سيستيم دو جو لا راهو دايرو ديشون شاف بلي يبريفير ان اوت جوار كو كونتي
صافي با دير هذاك احسن من كونتي اللي راهو يلعب في بلاس كونتي ما يلعبش في تشيلسي تاخذ لي ميليو تيرا تاعو سيسوكو ماتيدي ما يلعبوش وين ما يلعبو شوف وين ما يلعبو ما يلعبوش في تشيلسي سولمون لو سيستيم دو جو تاعو شاب لي هذا اللي 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 في سيستيم دو جو بتاتري ما سو لو بلون فونسي بتاتر ناقص على الاخرين اذا انت تعتقد بانه اختيار تكتيكي فقط اختيار تكتيكي ولهذا دوك نتكلم على ديشان احنا لو كان جينا لعبنا في فرنسا وجينا فرنسيين رانا كيما ديشان او احسن ولكن ولكن فرنسا تعطات القيمه لديشان وحكم ليكيب دو فرنسا وحنا ما تعطيش القيمه تاعك يسقيو لك اللي جات يحكم وهذا هو الفرق اللي خلى بين الناس كل واحد في مكانه. ابراهيم لم نتحدث عن سليماني باختصار متى نرى سليماني والله اسمح لي ما ريبونديت اسمح لي ابراهيم لا خاطرش كان يشوفونا يقول لك يقول لك هربت على لا كيسيون اسمح لي سليماني نظن ما ينجمش يسجل اهداف كما كان في سبورتينغ. لماذا بالشيخ؟ بريميرمون تشيلز واسمع ليستر سيتي ما تلعبش كما سبورتينغ. سبورتينغ لي جوار تاعهم لي بورتيغي ديجا سون با كرون دو تاي وفي جو تيت ماهمش كيما لي زونغلي. وحده سبورتينغ تلعب كره في الارض يعرف مليح الفوتبول البورتوغي تلعب كره في الارض يديروا كاع الخدمه هذه ومن بعد يعطيو لسليماني سليماني يجي بالراس يطلع وصحيح وكذا يمارك دي بيت بارفوا يدير يخدموا له كاع الخدمه ويعطيو له اونكور يعطيو له الكافيار كلش واجد. في بريطانيا اللعب الكثر يلعبوا على السما لي ديفونس تاع الشامبيون كاع لي كلوب اون انجلتير في السما كاع 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 يسون هذاك هو خدمتهم يسون فور بالراس. وليستر هذا العام ما كانش قالنا اللي راهو يمدلو كان محرز اللي كان هو اللي ينجم يخرج لا راهو محرز اكوتي شكون اللي راح يخرج لك؟ ما كانش اللي يمدلك لي زاري لاتيرو تاعهم ما يطلعوش بزاف هالي ديفوندي وهالي طلعوا ما نصايبين روحهم ليستر. باختصار عن سليماني اسمحوا لي في هذه تفضل تفضل. نعم بالنسبه لسليماني في سبورتينغ لشبونه كان المدرب يلعب بخطه 4 2 3 1 خطه 4 2 3 1 تساعد المهاجمين لانه اللعب على الاطراف والتوزيعات نحو المهاجم لعب في العمق نحو المهاجم. في ليستر مشكل سليماني هو رانييري يلعب بخطه 4 4 2 كلاسيكيه قديمة. الهدف منها الأساسي ليس الوحيد الهدف الأساسي هو تدعيم الدفاع. بهذه الخطة سليماني لن يسجل أهداف كثيرة هذه أمره. أعود إلى محرز فقط. محرز كان مطلوب من أندية كبيرة في إنجلترا هذا أمر الأول. ثاني بالنسبة لي لماذا إدارة ليستر تخلت عن نقولو كانتي وفضلت الإبقاء على محرز؟ لأنه الأندية عندما تتألق وتأخذ البطولة يجب أن تبيع اللاعب من أجل الأموال. فضلت أن تبيع نقولو كانتي وتحتفظ بمحرز لأنه أمر عادي. محرز كان نجم الفريق كان الأنصار يتنقلون من أجله إلى الملعب يطالبون ببقائه من أول وهلة ومن أول يوم من أول ساعة في فترة التحويلات الصيفية. إدارة ليستر أغلقت الأبواب انتقال محرز في وجه الأندية الإنجليزية بصريح العبارة محرز ليس للبيع وهذا هو سبب بقاء محرز في ليستر. شكرا إبراهيم مجر. هل تتوقع أن يسجل سليماني أمام إشبيلية؟ والله نتمنى له كل خير إن شاء الله. نتمنى له كل خير ونتمنى له يسجل وحتى أيضا محرز نتمنى له إن شاء الله يتألق إن شاء الله. وحتى ليستر كلها ولكن المهمة صعبة جدا ستكون المهمة صعبة. إذا بعد قليل نتوقف للحظات مع هذا الفاصل ثم بعده سنواصل وندعوكم لمتابعة تكريم بوفون في إيطاليا من طرف صحيفة الهداف والبيتر. والله انا عملت في الملاعب الجزائريه هنا في بدايه مسيرتي كصحفي كنت نتنقل الملاعب هنا في الجزائر لتغطيه مباريات كره القدم وبعدين لما تخصصنا في كره القدم الدوليه مع صحيفه الهداف الدولي مشكورين صحيفه الهداف كانوا يرسلوننا احيانا لتغطيه مباريات رابطه ابطال اوروبا الكلاسيكو مباريات برشلونه ديربي ميلان سبق لي وانا حضرت وحضرت مؤخرا وغطيت نهائيات كاس امم اوروبا. والله يا ابن شيخ هذا اللاعبين الكبار شفتوا الان بوفون لما يتحدث
تحس نفسك وأنك أمام رجل بسيط وكأنه مسيرته خالية من الألقاب وكأنه لم يقدم شيء لكرة القدم العالمية. هذا واحد من أفضل الحراس في العالم ربما على مر التاريخ جيالوجي بوفون، ولكن يتحدث معك ببساطة ويتحدث معك ويعطيك حقك من الوقت ويحترمك، ولما تغطي مباريات مثلا في إيطاليا أو في إسبانيا الصحفي تحس نفسك وكأنك ملك. ولكن هنا في الملاعب الجزائرية خليني أقولها اليوم بن شيخ وربما زملائي الصحفيين يساندوني، نعمل في أجواء جد مكهربة بن شيخ. الصحفي لما يتنقل لتغطية مباراة وكأنه لا نقول ذاهب للحرب ولكن وكأنه ذاهب لمكان سيء بن شيخ، وكأنك تتوقع دائما أن يقع لك شيء سيء أثناء التغطية وأثناء قيامك بمهامك كصحفي. للأسف الشديد حتى في معاملة الصحفيين في الجزائر أو في بلدان عربية ليس مثل أوروبا، حتى في معاملة اللاعبين للصحفيين في أوروبا، وهو إبراهيم ربما معنا وشاطرني الرأي، في أوروبا تلتقي بلاعبين كبار، إبراهيم ربما في صحيفة الهداف من بين الصحفيين الذي أجرى ربما أكثر من 25 أو 30 حوار مع نجوم أوروبيين، بساطة كبيرة. لكن سأعطيك المجال بعد قليل إبراهيم، ولكن أريد أن أسمع رأي بن شيخ لأني شاهدته لما كان يتحدث بوفون قال لك شوف البساطة. صحيح. أنا الله ما دار بيا كوسيلي يوريكي كان يهضر معه إبراهيم شو كاش مربع يديه في هذا الموضوع فقط. محمد، كان هناك حوار آخر سيبث في الأيام القليلة القادمة، لن نكشف الاسم معا حتى يكون مفاجأة للجمهور الرياضي الكريم. هو لاعب فاز بكأس العالم رفقة جيان لويجي بوفون في ألمانيا، كنا وصلنا متأخرين نوعا ما للحوار، وكان هناك حوار لقناة سكاي سبورت التي تدفع أموال قبل بداية الموسم لتقوم بالحوارات. تخيل أنه هذا اللاعب قال لن أبدأ الحوار معكم حتى يحصل الصحفي الجزائري، لأنني وعدتهم ويجب أن أنتظرهم وأعرف أنهم ظلوا الطريق في إيطاليا، لا يعرفون المركز الرياضي، سأنتظرهم عندما يأتون أقوم بالحوار معهم ثم أمنح لكم المجال يا سكاي سبورت الذين تدفعون الأموال في إيطاليا من أجل الحوارات. احتنا نسود ايضا صورة كاملة في الجزائر. نحكي لك واحدة باش يضحك مصطفى، العام اللي فات كي دار الهداف درت بالون دور في لوتيل هيلتون. نعم قبل الماضي في ليل ماشي العام اللي فات، اللي فات اخي جا ريبيري وجا باريزي وكذا لافان هكذا، وليدي حب يتصور مع ريبيري، قلت له استنى غير يجبد روحه وحده نقول لك هاي تصور. هو ريبيري كان دخل للطن لافا، ومن بعد بوجه هكذا قلت له غير يجوز منا راح غير جايز مجوز مع واحد هذاك تاع لو فيدراس ما نقولش ميم با اسمه، حاكمه هكذا ويدير له هكذا ويقول بعد قلت له وليدي ما تصورش ايش بيقدر ريبيري وحده مسكين ما كان والو والاخر يدير له هكذا، يا ديري يا انت يا انت راك هنا راك بوي انت يا راك والو دير لريبيري. قلت له وليدي امشي ما تصورش مع ماشي على ريبيري على هذاك تقول لي انت يا تقول انت حكم ريبيري مسكين ساب لو كان تصوره معه كاع اللي طول ما يقول والو. مجد بامكانك الحديث حول هذه النقطه، تواضع ربما اللاعبين الكبار وتكبر بعض صغار العقول. لا شوف انا ممكن نتكلم اكثر واكثر على التقرير اللي شفته، لان هذه الامور اللي تكلمت عليها محمد هي مساله خاصه، يعني سا ديبون دو بوكو تشوز. التقاه ابراهيم حنيفي في المركز الرياضي ليوفنتوس، نتابع ما قاله هذا الصحفي ثم نعود. هذا ليس بأمر جديد على قناة الهداف، لأن الهداف كان تكرمت يعني لاعبين كبار وتمكنت من استقطاب لاعب نجوم كبار للجزائر مثل فرانكو باريزي مثل كريف كنافارو، أسماء كبيرة يعني هذا ليس بجديد، واعتقد انها الوحيدة في العالم العربي اللي كتقدم هذا النوع من الجوائز، وهذا أمر جيد. شوفوا قناة او جريدة يعني اللي كانت معروفه ومازال معروفه في العالم العربي انها تحول الى او تمدد الى قناه يعني اللي تلامس امور يعني دوليه، مثلا تكريم نجوم كبار ليس فقط خصر على الجزائر بل كذلك حتى على نجوم من طينه جيالوجي بوفون.
إذن هذه شهادة أحد صحفي قناة بين سبور عبد المجيد سباوي وهو إعلامي متخصص في الدوري الإيطالي وهو مشكور على هذه الشهادة. أيضا تصريح المدير نبيل عمرة مدير مجمع الهداف وصحيفتي الهداف والإديتور وأيضا صحيفة الهداف الدولي. مرحبا بك ومرحبا بالجمهور الجزائري. تم الآن تتويج لاعب كبير أسطورة كبيرة في كرة القدم وهو الحارس بوفون، وتم هذا من خلال صدر آراء لأكثر من 120 وسيلة إعلامية عبر الوطن العربي لأكثر من 22 دولة عربية. وبوفون هو خير خلف لخير سلف من مثال دينوزوف، والأسطورة كما تعلمون ذو أخلاق عالية جدا خارج الميادين وداخل الميادين، وهذه الفرحة الكبيرة لبوفون لهذا التكريم من طرف الجمهور العربي العريف عن أسرار كرة القدم وخاصة من الجمهور الجزائري، هذا يعطيه تحفيز أكثر لأن يكون هو سفير النيات الخيرة والأخلاق العالية عبر العالم. سيد نبيل عمرة، شاهدنا أيضا العديد من الصحفيين حتى صحفيين عربيين مجيد سباوي حسين ياسين تحدثوا عن لفتة قناة الهداف التي كرمت قبل أسبوع زين الدين زيدان في المركز الرياضي لريال مدريد، كرمت جيانلويجي بوفون، جلبت نجوم عالميين إلى الجزائر من أجل منح الكرة الذهبية. هذه بالتأكيد خطوة عملاقة لقناة نشأت منذ عامين ونصف فقط. الحمد لله، هذا بفضل الله تمكنت قناة الهداف بعد عامين ونصف من نشأة هذه القناة في استضافة عدة لاعبين دوليين في الجوائز التي تنظمها كل عام أمثال جائزة أحسن لاعب جزائري أو أحسن لاعب عربي. واليوم نحن بصدد تكريم لاعبين كبار من أمثال زين الدين زيدان كأحسن مدرب في العالم، واليوم كرمنا بوفون كأحسن حارس، وهذا شرف لنا وللجزائر وال الوسائل الإعلام العربية، وهذا يؤكد أن العمل هو سر نجاح أي وسيلة إعلامية في العالم. شكرا جزيلا سيدي. شكرا جزيلا لكم. إذن إبراهيم، لم تجبني منذ قليل حول رابطة مشجعي جوفنتوس في الجزائر، ما هي الهدية التي أرسلتها معك إلى بوفون؟ والله حقيقة أشكر رابطة جوفنتوس الرسمية في الجزائر وهي جوفنتوس كلوب دوك ألجيريا، وأشكر أيضا الرابطة الثانية الرسمية المعتمدة أيضا من قبل إدارة جوفنتوس، هذه رابطة مشجعين، رابطة مشجعي اليوفي في الجزائر الرسمية، البلد العربي الوحيد الذي يملك رابطتين رسميتين معتمدتين على مستوى نادي اليوفي، الأولى رابطة جوفنتوس كلوب دوك ألجيريا والثانية جوفنتوس كلوب دوك ألجيريا بيونكونيرا، وهما رابطتين معتمدتين رسمين. حتى إدارة اليوفي، حتى جيانلويجي بوفون، عندما قلت له بأنه في الجزائر هناك رابطتين رسميتين معتمدتين كان تفاجأ أيضا وقال بأنه هذا الأمر رائع ويؤكد أن الجزائريين قريبين من اليوفي، قريبين من الكالتشو الإيطالي عموما. الرابطة الأولى قدمت هدية رمزية لجيانلويجي بوفون تتمثل في العلم الذي أخذنا صورة معه، كان صورة بوفون على الجهة اليمنى وعلم الجزائر على الجهة اليسرى، وهناك رسالة باللغة العربية ورسالة باللغة الإيطالية لجيانلويجي بوفون. والرابطة الثانية أيضا قدمت هدية جميلة متمثلة في خريطة الجزائر وفيها الشعار الرسمي جوفنتوس، هذا القميص نمنحه كهدية، ليس لا يوجد قميص واحد وإنما توجد عدة أقمصة سنمنحها لمشاهدينا الأفاضل وعشاق برنامج الفريق الدولي في الأيام القليلة القادمة. بن شيخ بوفون فاز بكل الألقاب في مسيرته، دوري إيطالي، كأس إيطاليا، كأس السوبر، كأس العالم، فاز بأغلى لقب في العالم كأس العالم، لكنه لم يستطع التتويج بكأس رابطة أبطال أوروبا، خسر نهائيين وبقيت هذه الكأس التي تنقص بوفون ذات الأذنين. هذه يا صاريفا دي غرانج وراكدايا يخصهم من تيتر، مارادونا ما داش بالون دور، ما كانش هذاك الوقت.
ما داش لا تشامبيونز ليغ دا كوب دي مون مي سي يدي لي تشامبيونز ليغ كوب دي مون بدا سي صا ل مونتوليكا عندهم بالمارس ريش على هذيك اللي بعث لك تريكولي هذاك هي لا لا هي ما نقولش لا لازم تشارك في المسابقه بن شيخ نشارك ونجاوب على الاسئله انا قليل بن شيخ هذا يشارك اذا كان هذا تكريم بوفون هذا كل شيء ابراهيم لديك اي اضافه هذا كل شيء هذه نعم كل شيء نشكر اداره اليوفي ايضا في الأخير التي سهلت لقناة الهداف الدخول بعد أن سهلت لنا المأمورية في حوار جورجيو كيليني قبل موسم فتحت لنا أبواب المركز الرياضي لفينوفو المركز الذي لا يدخله من هب ودب فتحت لنا أبواب الحديث مع جيان لويجي بوفون والأمر ليس بالأمر الهين والسهل لأن اليوفي هو أكثر فريق منظم في إيطاليا وصعب أن يمنح حوارات لأي وسيلة إعلامية كانت في العالم حبيت أقول كلمة برك على على الهداف وعلى راسهم بيان سور المدير نبروسيولو شويه شيتا ابراهيم دام مع شيتا الى ايطاليا والشيخ دام مع شيتا الى الاستوديو الله غير نقول لكم يعطيكم الصحه لان راكم ديروا خدمه ما كانش لو يديرها في الجزائر شكرا لي غران جوار عالميا جاو الايطالي يجيبهم الناس ابراهيم ولو مقبله كان شويه باش علينا دار شي تشي دونك جاو لهنا لي بالون دور كاع دي غران جوار تالك كرايف وكاع لي جوار عالميين وسيرتو ستادير تحك وين تكون كوب دافريك او اي حاجه الهداف يكون بريزون ولهذا لو فات وين راهي الهداف ماشي هكذاك برك كما قال الاخر بالخدمه بالعمل ولهذا والله غنشكركم لخاطرش ريكوفريك تو وهاد لي ستار اللي راهم يجيو ويسهلوا لكم مام هما كي تسقيو لهم قالنا يسقسيو هنايا ويهضروا مع معادلك كونسيلا تاعهم يعطيوهم معلومات وكذا يقولوا بلي سي اون شان سيريوز تنجموا تتعاملوا معهم شكرا بن شيخ على هذه الشهاده نعتز بها مجد ندخل الآن الأمور المهمة مدام أننا نتحدث عن جيفنتوس أيضا يواجه يوم الأربعاء نادي بورتو في البرتغال بورتو جيفنتوس مباراة قوية جدا ولو أن الكفة لا تميل إلى فريقك السابق بحكم الأسماء الثقيلة الموجودة في جيفنتوس ماجر لا أكيد رغم ذلك هذه كرة قدم محمد هذه كرة قدم ما تنساش المباراة تلعب في ملعب دراغاو وفريق أف سي بورتو أيضا عنده طموح للمرور إلى الأدوار المقبلة لا جيفنتوس نادي كبير يحتل المركز الأول في الدوري الكالسيو بورتو يحتل المركز الثاني بصحة جيدة ستكون منافسة كبيرة جدا بين الفريقين محمد لهذا حتى لو لا جيفونتيس ممكن ما يخسرش ممكن على الأقل يرجع بالتعادل ولكن تفوز على فريق أف سي بورتو في بورتو حذاري محمد مهمة صعبة لليوفي لأن فريق أف سي بورتو بصحة جيدة كما قلت لك عنده لاعبين مميزين عنده مناصرين دائما وراء الفريق في الوقت الصعب وفي الوقت كما نقول المليح لهذا المهمة على جيفونتيس تكون صعبة لو يرجع لجيفونتيس بالتعادل هذا يعني مكسب كبير لليوفي لأن في دراغاو المهمة تكون صعبة إلى أي فريق يجي هنا بارزالي وكيليني ربما سيكونان الغائبان الواحدان إبراهيم في هذا اللقاء وهما أساس وعماد والأمر الأهم في دفاع اليوفي هو بارزالي وكيليني لكن هناك بونوتشي وهناك أيضا اللاعب روغانيا الصاعد الشاب الذي يمنحه ماسيميليانو أليغري الثقة في كل مباراة يغيب فيها سواء كيليني أو بارزالي لكن عموما خطة 4-2-3-1 بالنسبة للسيد العجوز اليوفي صلب حتى بغياب أبرز لاعبيه في الدفاع لكن ليس عندما يكون ثنائي حاضرا لكن أليغري لديه الثقة التامة في دفاعه هناك أيضا لاعبين يساندون على الجهة والخط الخلفي وهما ماركيزيو بالإضافة إلى الألماني سامي خضيرة سوف نرى يوفي قوي يوفي متماسك يوفي صلب في مباراة أف سي بورتو نشاهد التشكيلة المحتملة لنادي جيفنتوس في هذه المباراة نادي جيفنتوس في غياب بارزالي وكيليني لا هذه تشكيلة نعم هذه تشكيلة جيفنتوس روغاني بونوتشي ساندرو وليشنستاير هذا هو الدفاع على الجهة اليمنى ألكساندرو على الجهة اليسرى ماركيزيو خضيرة وديبالا هذا خط ديبالا وراء هيغوين والجهة اليسرى مانجوكيت الجهة اليمنى كوادرادو
والبيبيتا في الخط الامامي. ألفيس اختيار تكتيكي او ما به ألفيس ابراهيم؟ داني ألفيس اظن اختيار تكتيكي ولو انه يعاني من بعض الالام في التدريبات الاخيره في فينوفو، لكن ماسيميليانو أليغري لا يريد المغامره به، خاصه وانه امام بورتو تعزيز الدفاع اكثر من ان يلعب بداني ألفيس الذي يتقدم كثيرا الى الامام. والاشاره فقط انه خطه 3-4-2-3-1 هي جديده على اليوفي، ماسيميليانو أليغري كان لعبها في بعض مباريات الدوري وكانت اعطت ثمارها، ابرزت قدرات مانجوكيتش، ابرزت قدرات ديبالا وراء هيغوايين، وابرزت قدرات ايضا البيبيتا الذي كان يلعب تقريبا بهذه الخطه في الموسم الماضي امام مع نابولي. نريد التشكيله المحتمله حتى يعلق لنا عليها ايضا علي بن شيخ. بن شيخ من فضلك اذا تريد التعليق على التشكيله تفضل. لو 4-3-3 هنا سي با، لا لا مانجوكيتش يلعب مع ايغوان في الهجوم، لا 4-2-3-1 مانجوكيتش مركز جديد هو على الجهه اليسرى، على الجهه اليسرى مثل كوادرادو على الجهه اليمنى. نعم شي 4-5-1 اي كيما تحب تقولها، كيما تقدر تكون 4-5-1 تقدر تكون شوف الصوره هكذا سي 4-3-3 باهم بعد هو على كل حال انا نظن لا يوفي لي بيان ميزون بلاس، فريق قوي يعرف يدافع ما نخصوه، سي فري كيليني بونوتشي حاجه كبيره، ولكن انا نظن بورتو تعاني شويه، سافا ديفيسيل بور لي دوز ايكيب، مي بورتو كون في بلادها تعاني شويه لخاطرش الروتور يكون صعيب عليها بزاف. هي محمد نزيد كلمه، لما شفت التشكيله للفريقين تشكيله فريق اليوفي افضل بالكثير، افضل بكثير، لان النجوم الموجودين في اليوفي على المستوى الكبير، العكس في فريق اف سي بورتو، فريق اف سي بورتو فريق شاب ما عندهمش خبره كبيره في الشامبيونز ليغ، لهذا راح نشوفوا في الميدان الروح القتاليه للاعبين البرتغاليين مش الى اليوفي، لان اليوفي عنده فريق، اليوفي عنده الحلول، ديبالا، ايغوان، خديرة، عنده لاعبين، الحلول مش موجوده كثير في فريق او في صفوف في اف سي بورتو، لان كانوا لاعبين مميزين من قبل، خاصه اللاعب السنغالي ابو بكر راح من الفريق، بقى الان بعض اللاعبين شباب، نتمنى ايضا ابراهيم يتالق في هذه المباراه، ولكن الروح القتاليه اللي عندهم لاعبين برتغاليين ممكن هم يعملوا الفرق في هذه المباراه، خاصه ان فريق اليوفي سبق وان لعب امام فريق اف سي بورتو في 2001 في تشامبيونز ليغ في ملعب دراغاو وانتهت النتيجه 0-0، هذا يثبت كلامي ان فريق اف سي بورتو في ملعب دراغاو يعني يعطوا هذيك الروح القتاليه ممكن تعمل الفرق، ولكن في المباراه الثانيه في اليوفي فريق اف سي بورتو خسر بثلاثيه. لدينا ايضا التشكيله المحتمله لنادي بورتو التي ستواجه جيفنتوس، تفضل ابراهيم او ماجر بامكان اي منكما التدخل. اوغوستو، ماركانو، تيليس، ماكسي بيريرا، هذا هو خط الدفاع. تيليس يعرف ايطاليا جيدا، لعب في الانتر الموسم الماضي. نعم كورونا، ثم طبعا خطه 4-1-3-2 هذه هي خطة نادي بورتو. على الجهة اليسرى إبراهيمي ممكن جدا أن يكون أساسيا، سيلعب على الجهة اليسرى عكس ما يلعب في المنتخب الوطني وراء المهاجم. بإمكانك ماجر التدخل للتعليق على هذه التشكيلة. هي شوف تكلمنا على التشكيلة، ممكن التشكيلة مش لاعبين مش معروفين على الساحة الأوروبية، صح، معروفين إلى الساحة في البرتغال في الدوري البرتغالي. نتكلموا كثير على لاعب كورونا، كورونا لاعب مميز، عندنا ايضا لاعب سيلفا، اعتقد موش يلعب سيلفا في هذه المباراه. اندري سيلفا لا موجود، موجود اندري سيلفا في الهجوم رفقه سواريز. اوكي انا موجود، وعندنا ايضا لاعب لايون مش عارف لو موجود في التشكيله. غير موجود، يعني ثلاث اللاعبين كثير الكلام عليهم في الصحافه البرتغاليه. الان بهذه التشكيله نشوف فريق اف سي بورتو امام فريق عريق وهو اليوفي، كيف راح يكون مردود اللاعبين، كيف راح تكون يعني النتيجه، صعب جدا، ولكن نقول كلمه، اليوفي حتى لو يقدم مباراه كبيره ولكن سيتعذب امام فريق اف سي بورتو، لان في دراغاو اللاعبين يعطوا هذيك الروح القتاليه كما نعرفوا يتمتعوا بها اللاعبين. وهذه هي التشكيله لبورتو التي ازاحت نادي روما في بدايه الموسم في الدور التمهيدي لرابطه ابطال اوروبا. نادي روما كان
أقصية من الدور التمهيدي على يد نادي بورتو، والجميع كان يقول بأنه روما الأقوى، روما الأفضل بلاعبيها المشهورين، لكن بورتو صنع المفاجأة، حذاري جوفنتوس من هذا الفريق. إبراهيم بن شيخ، كيف تتوقع أن يكون مستواه أمام جوفنتوس، وهي أيضا فرصة كبيرة له من أجل إثبات مكانته وإمكانياته؟ نتمنى له يدير ان بون ماتش، ديجا نتمنى له يدخل رونترو، سي با سير راح يدخل، ممكن جدا يكون اساسي. نتمنى له يكون اساسي، ولهذا اللي يحب يبان وباش يشوفوه دوتر كلوب لازم يدير دي كرون ماتش مع دي زيكيب باري كيما لا يوفي وكذا، الناس كاع العالم كاع يشوف هنا يبان ابراهيمي. علاش انا نقول لك الفرق كي تكلم شوف في العالم هذايا، على حساب رايي كاين لي دي كرون جوار الفوق، وكاين دو تري بون جوار، وكاين دو بون جوار، ما تنجمش تكون في الاخر. ولهذا باش تلحق، علاش قلت لك مقبله على محرز، باش يلحق لهذيك الدرجه لازم يوري لا ديفيرونس بين ابراهيمي كيف كيف، ولا يحب يتمنى يديوها كاش كلوب اوروبيان، هنا مع لا يوفي لازم يوري بلي عنده بلاصتو ديجا تيتولار في بورتو، يعني لازم يعاود يجيبها يريكيبيريها باش باللعب بالاداء هذا ويزيدوا يشوفوا دوت كلوب. ماتش في غياب بارزالي وكيليني، ممكن ابراهيمي يعمل شيء ما في هذا اللقاء؟ لما لا اتمنى ان شاء الله، لان غياب هاد اللاعبين كما تعرف بونوتشي و كيليني وبرزالي، برزالي اسم صعب جدا، وكيليني يلعبون دور كبير في الدفاع اليوفي، ممكن نتمنى ان شاء الله كما يقولوا احنا ابراهيمي كل خلوه ان شاء الله. مجال اذا بقي مباراتي سيتي وموناكو ليفركوزن وأتلتيكو مدريد، سنتحدث عنهم بعد أن نشاهد هذا التقرير الذي إذن نبدأ بمواجهات مانشستر سيتي موناكو. تشكيلة المثالية من فضلك لنادي مانشستر سيتي حتى نكتشف سويا ما هي التشكيلة التي سيدخل بها كل فريق. إذن هذه التشكيلة المحتملة لمانشستر سيتي: أوتاماندي، ستونز، كليشي، صانيا، في وسط الميدان يايا توري، دي بروين وسيلفا، وفي الهجوم ستيرلينغ، أغويرو وساني. أعطينا أيضا تشكيلة المثالية لموناكو حتى نكتشف كيف سيلعب موناكو، خطة 4-4-2، توري، غليك، راجي وميندي، 4-4-2 لأنه نيمار وسيلفا يلعبان كوسط ميدان على الأجنحة، في الهجوم فالكاو وجيرمان. إذن هذه تشكيلة موناكو رائد ترتيب الدوري الفرنسي، 4-4-2، وتشكيلة مانشستر سيتي أيضا كما تابعتم مجار، الفريقان يلعبان أول مباراة في تاريخهما. نعم، هذه المواجهة كما قلت محمد ستكون أول مواجهة في تاريخ الفريقين. كيف راح تكون هذه المباراة؟ اعتقد انا اشوف مانشستر سيتي سيقول الكلمه الاخيره، لان حتى لو موناكو فريق جيد يمر بصحه جيده في الدوري الفرنسي، يحتل المركز الاول، سيكون واحد من ترشيح يعني المرشح الاول في الدوري الفرنسي، ولكن المهمه تاعو ستكون صعبه في مانشستر سيتي، لان سيتي يلعب امام جمهوره، وسبق امام سيتي فاز على برشلونه في سيتي في تشامبيونز ليغ الموسم الماضي، لهذا المهمه لموناكو ستكون صعبه. حتى لو تكلمتم بعض اللاعبين، عندهم لاعبين مميزين، فالكاو لاعب هداف، عندنا سيلفا، عندنا ايضا جيرما، ولكن الاوراق رابحه اكثر من جهه فريق مانشستر سيتي. ابراهيم، نعم، مباراة ستكون صعبة، خاصة وأن الفريقين لا يتعارفان بالشكل اللازم فوق المستطيل الأخضر، لأنه خاصة وأن موناكو يبدو أنه المرشح في هذه المواجهة، يملك لاعبين ليسوا بالمعروفين، على سبيل المثال المدافع غليك اللاعب السابق لنادي تورينو يتألق مع موناكو، وتشير العديد من الأخبار أنه مطلوب من أقوى الأندية الأوروبية. هناك أيضا اللاعب الراجي الذي سبق له أن لعب في إيطاليا، فريق منظم، مدرب محنك من الناحية التكتيكية، يحسم العديد من المباريات في الأشواط الثانية، ستكون مباراة مفتوحة على كافة الاحتمالات. إذن هذه تشكيلة باير ليفركوزن المحتملة كما تشاهدون، بإمكانك تعليق عليها إبراهيم، إن توبراك، دراغوفيتش، ويندل،
هينيراس، أسماء غير معروفة للجماهير الجزائرية. أرانغويس في الاسترجاع بالإضافة إلى بامغات لينفا، كامبل الجاليوما، براندت الجاليوس، راك كيسلينغ المهاجم المعروف في ألمانيا ومعروف أيضا في أوروبا، كان سبقه أن أنهى الموسم هداف في البوندسليغا، وشيشاريتو المهاجم المكسيكي شيشاريتو هرنانديز لاعب سابق لمانشستر يونايتد، هذا الثنائي سيكون خطيرا وخطيرا جدا على دفاع موناكو. وليفركوسن خسر 8 من آخر 9 مباريات له في دور خروج المغلوب، إذن ليفركوسن مرشح أيضا للخروج أمام أتلتيكو مدريد الفريق القوي بن شيخ، أليس كذلك؟ أتلتيكو مدريد أتلتيكو دانفيسير سيتي تري تري بون إيكيب، ولكن في الفوتبول يجي سيربريز، شكون كان ينتظر بارسا تخسر بسكور هذاك مع يجي، ولهذا ان شاء الله نشوفوا مقابله بق في مستوى. وديغو سيميوني تمكن من استرجاع حارسه الاساسي اوبلاك بعد غياب دام 2 شهر، وبالتالي فحارس الاتلتيكو مرشح للمشاركه في مباراه باير ليفركوسن، والتي سيعمل لاعب النادي الاسباني للعوده بفوز او باي نتيجه ايجابيه مهما كانت ثمن مجر، لانهم متعودون على تجاوز هذا الدور في النسخ الماضية. ولكن المهمة في هذه المباراة في مباراة الذهاب الأتلتيكو، أعطينا التشكيلة المثالية لأشبال سيميوني حتى نتعرف عليها عن قرب. طبعا دائما خطة 4-4-2 من سيميوني، لاعبين معروفين طبعا مثل ما تشاهدون، غريزمان وغاميرو في الهجوم، غاميرو معول عليه للإطاحة بليفركوزن خاصة بعد حضوره القوي في مباريات في آخر مباراة في الليغا، أين تمكن من توقيع ثلاثية كاملة في مرمى سبورتينغ خيخون، أيضا كوكي، كاراسكو، غابي، لويس خيمينيز، سافيتش، أسماء معروفة وأسماء وازنة وثقيلة ما جرى في تشكيلة الأتلتيكو، أليس كذلك؟ غياب جودين طبعا. نعم، لكن نشوف يعني كيفيه، وفي الهجوم ايضا غريزمان لاعب مميز ايضا، في اي لحظه ممكن يغير مصير المباراه، وشفنا اكثر من مره مع المنتخب الفرنسي حتى فريق اتلتيكو مدريد. لهذا ولكن رغم ذلك، رغم النجوم الموجودين في اتلتيكو مدريد، سيلقاو صعوبات كثيره جدا امام ليفركوسن، لان الانديه الالمانيه انت عارف ذاك الاندفاع البدني القوي واللعب التكتيكي، وخاصه يلعبون في ليفركوسن في المانيا. لهذا اتوقع يعني مباراة صعبة لأتلتيكو مدريد. إذن كان هذا كل ما لدينا بخصوص رابطة أبطال أوروبا، نعود بكم أعزائي المشاهدين إلى الجولة الماضية في مختلف الدوريات الأوروبية وما حملته من نتائج وترتيب. إذن نتحدث على عجالة عن بعض مخلفات هذه الجولة في الدوريات الأوروبية، نبدأ بالتعليق على هذه الصور والإحصائيات. الصورة الأولى، إذن الصورة الأولى، الأكثر تسجيلا وصنعا للأهداف في الليغا الإسبانية، سواريز سجل 18 وصنع 8 أهداف هذا الموسم، ميسي سجل 19 وصنع 4 أهداف، ورونالدو سجل 14 وصنع 3 أهداف. تعليقك ما جاء؟ يعني سواريز رأس حربة يصنع أكثر من ميسي، من ميسي شيء جميل، ويسجل أهداف أيضا. هذا دليل اللعب سواريز في برشلونة، يعني زاد تطور اكثر واكثر واكثر مما كان في ليفربول، يعني ما شاء الله عليه. الصوره الثانيه بن شيخ، طوال 90 دقيقه اسبانيول لم يستطع لمس الكره في منطقه جزاء ريال مدريد في المباراه التي انتهت 2-0، وشهدت تالق بيل الذي سجل الهدف الثاني بعدما ركض لمسافه 76 متر. انا شفت المقابله ده الى بيان في زيدان كي ريبوز على الجوال، لان عنده قيل غدوه مقابله يوم الاربعاء، يوم الاربعاء مع فالونس، مع فالونس دونك. الصوره الثالثه، الفريق الاكثر تسجيلا للاهداف بالراسيات في الدوريات الخمسه الكبرى، ابراهيم، ريال مدريد هو الاول رفقه موناكو 14 هدف من الضربات الراسيه، ياتي بعده ارسنال، ثم ويست بروميت، ثم لازيو. تعليقك على هذه الإحصائيات؟ نعم، إحصائيات تؤكد بأنه هناك لاعبين يلعبون بالرأس بشكل جيد، سواء في حتى في وست برومويتش ولاتسيو، ليس فقط في ريال مدريد، لكن هذا لا يعني الكثير، لأنه تسجل 15 هدف بالرأس، تسجل نصف
الفريق الآخر يسجل بالأرجل بالأقدام بالرأس، المهم تسجيل الأهداف وتحقيق النتائج الإيجابية. الصورة الموالية، أكثر من سجل ركلات جزاء في الليغا منذ موسم 2012-2013، كريستيانو رونالدو 32 ركلة جزاء، ليونيل ميسي 21. دائما كريستيانو يتفوق على ميسي في الركلات الترجيحية. مجار، من الأفضل في تنفيذ الركلات الترجيحية بين ميسي ورونالدو؟ أنا نختار رونالدو. رونالدو أفضل. بن شيخ، ركلات ترجيحية رونالدو إبراهيم؟ رونالدو. رونالدو لأنه يختار دائما جهة ويقذف بقوة. أعطينا الصورة الموالية، أطول سلسلة دون خسارة في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى حاليا هي مانشستر يونايتد 16 مباراة دون خسارة، رفقة برشلونة، ثم نابولي ب 14، ثم البايرن ب 10. إبراهيم. نعم، مانشستر يونايتد المفاجأة في المركز الأول، 16 مباراة لم ينهزم بعد الانتقادات الكثيرة للفريق حتى المدرب البرتغالي، حالة سيئة ولكن 16 مباراة لم يخسر. حتى نابولي، هذا ما يجعلنا نقول أن مباراة سان باولو أمام 85 ألف متفرج أمام ريال مدريد لن تكون سهلة على النادي الملكي. الصورة الموالية، إذن هذه إحصائية بإمكانك تعليق عليها إبراهيم. هامسيك يقترب. نعم. من نعم، هذه الصورة تؤكد المكانة التي وصل إليها مارك هامشيك في نادي نابولي من حيث الأهداف، ليس من حيث المستوى والإمكانيات، لأنه دييغو أرماندو مارادونا أسطورة نادي نابولي والمنتخب الأرجنتيني لا يمس ولا يقارن بأي لاعب في العالم. يضحك لأنه تذكر لاعبا كبيرا. بشيطة ذكرت لاعبا كبيرا ياسين إبراهيم، لأنه وضعوها من مارك هامشيك مقارنة أهداف فقط. هم حتى هم يدركون بأنه لا مجال. ولا قال أن يضحك برك أنا قال أن يضحك ما قلت له قالك قريب فليبيتو لا دي جمان عفوش مليح مارك هذا مارادونا حتى تقوم ساعة رامسيك ولا مارادونا حتى تقوم ساعة ليجي وقع لي جينيراسو حتى لا فانتا ديطو يعرفوها سي با لي ستاتيستيك الناس يحبوا لي لو كنت تعطينا صورة فقط تاع الفرق اللي تسجل أهداف بالرأس. بالرأس، أعطينا صورة الأندية التي تسجل أهداف بالرأس ويعلق عليها رابح مانجر. تفضل مجال وبعد ذلك المركز الاول شكون اللي كان؟ ريال مدريد. ريال مدريد. المركز الثاني موناكو 16 هدف موناكو. المركز الثالث ويست بروميتش. المركز الرابع لاتسيو. لاتسيو لا 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 رحتوا ارسنال. ارسنال قبل ويست بروميتش وقبل ارسنال. المركز الثالث ليه تحطوا ارسنال؟ هاي ارسنال صح المركز الثالث ب 13. لا المفروض ما تحطوش ارسنال، تحطوا جيرو لأنه جيرو هو الوحيد اللي سجل أرسنال. صحيح، صديق من شيخ جيرو هو الذي جعل أرسنال يتقدم في موضوع الأندية التي تسجل بالرأس. صحيح، أعطينا الصورة الموالية. ما يلعبش بالرأس. أعطينا الصورة الموالية، يبدو أنه انتهت آخر صورة لصلاح. صلاح في آخر 17 مباراة في الكالشيو ساهم في تسجيل 15 هدف، يعني سجل 6 وقدم 6 مرارات حاسمة. إبراهيم. نعم، هذا ما يؤكد بأنه هذا اللاعب الدول المصري يتواجد في لياقة عالية في الدوري الإيطالي مع نادي روما، وكأنه صلاح وجد النادي المناسب، وجد المدرب المناسب وهو لوتشيانو سباليتي. آخر صورة بحوزتنا، باسو جوج في الصين يمضي بمبلغ يقارب 45 مليون أورو، هذا كان أفضل لاعب في كأس إفريقيا الماضية، الآن أمضى في الصين بمبلغ 45 مليون أورو ويتقاضى 6 ملايين أورو سنويا. من كاميروني طبعا. باسو جوج كان أفضل لاعب في كأس إفريقيا، إذن كان هذه هي ربما القدر أو المكتوب. ما جاء قبل كأس إفريقيا ما كانش في قائمة 23، وبعدين أتى به المدرب في آخر مراحل تحضير المنتخب الكاميروني وفاضل بينه وبين أحد اللاعبين، ثم دخل بأعجوبة في قائمة 23 المنتخب الكاميروني، لما منح الفرصة استغلها وأصبح أفضل لاعب في كأس إفريقيا الماضية. هذا يحصل مهم. بعدما كان يلعب أعتقد في الدنمارك، في أحد الأندية الدنماركية التي لا نسمع بها بن شيخ ولا الأندية المغمورة طبعا، صار الآن يلعب في الصين ب 45 مليون أورو. هذا هو دائما نقول لك محمد، دائما نقول لك كرة القدم هي ضربة حظ،
اللاعب المحظوظ والمدرب المحظوظ. انت تكلمت على هذا اللاعب الكاميروني، احنا في سنوات الثمانينات في كاس العالم باولو روسي ما كانش اساسي في المنتخب في الايطالي، كان غرازياني هو الاساسي. دخل اللاعب باولو روسي وسجل اهداف. سكيلاتشي نفس الشيء في سنوات التسعينات نفس الشيء، لم يكن اساسيا، دخل فرصه واصبح اساسيا والعالم كله يتكلم على سكيلاتشي. هذا كما نقولوا الحظ هذا يخدم كثير المدربين ويخدم كثير ايضا اللاعبين. إذن الحظ لكن مرفوق بالعمل، ما جعل يجب الإنسان أن يعمل أكيد. وبعد ذلك ينتظر حظه. إذن وصلنا إلى الختام، مسك الختام. إبراهيم شكرا جزيلا لك، شكرا لتحليلاتك، عدت متعبا من إيطاليا، نتركك ترتاح قليلا. شكرا جزيلا لك محمد، شكرا لمجار، شكرا لبن شيخ، شرف كبير دائما أن نكون معهم في الأستوديو. شكرا جزيلا أيضا لكافة مشاهدي قناة الهدف سواء في الجزائر أو في الوطن العربي، شكرا لمتابعي برنامج الفريق الدولي، وشكرا لمشجعي اليوفي الذين شجعونا، وحتى الروابط الرسمية هنا في الجزائر سواء الرابطة الأولى والرابطة الثانية. ونقول لهم هناك مفاجآت أخرى، هناك حوارات قادمة، انتظرونا، لا تذهبوا بعيدا، ابقوا مع قناة الهدف. شكرا لك بن شيخ. ويعطيكم الصحة محمد. أنا نجوز غير نداء بك تعرفوه قاعدتك صاحبنا صاحبي داود ناصر سمينا، نقولوا احنا سمينا في باريس، سلموا عليه بالبزاف والجماعة اللي راهم معها قاعدتنا. شكرا بالشيخ. وأنا بدوري أوجه تحية لقوات الدركة الوطنية التابعة للرغاية وكذلك لأولاد هدهد. الله نحييهم ونحيي كل رجال الشرفاء في الجزائر وكذلك رجال الجيش الشعبي الوطني الساهرين على حماية هذا الوطن والساهرين على حماية حدود هذا الوطن. ألف تحية للجيش الجزائري المرابط على الحدود الجزائرية والموجود في كل شبر من هذا الوطن الحبيب. مجر دائما أتركك تختم الحصة. حتى بدوري أيضا نشكرك محمد، نشكر علي، إبراهيم نشكرك على التقرير المميز اللي جبت لنا، وإن شاء الله المزيد من التقارير في المستقبل إن شاء الله. وأيضا محمد حبيت أقدم التعازي لعائلة ميلو شرفي، توفى أنس الله يرحمه ويوسع عليه، وإن شاء الله الله تعالى يحلو ببن الجنة. كان صديقا وكان صحفيا كبيرا قبل ما يكون في قلوب في البرلمان، الله يرحمك ويوسع عليك. إذن تعازينا الخالصة لعائلة ميلود شرفي، إن شاء الله يلهم ذويه الصبر وسلوان، إن شاء الله يكون من أهل الجنة يا رب. إنا لله وإنا إليه راجع. المشاهدين الأفاضل، لم يبقى لنا في الأخير إلا أن نستودعكم الله. السلام عليكم.